العلة الأولى ضعف التصور الإيماني لدى الأجيال الجديدة، لدى الأجيال الحاضرة، ضعف التصور الإيماني. وأعني بذلك أن القلب إن كثافة المادة المهيمنة من جانب، ومن الروحانية السلبية الغير شرعية من جانب، صار هناك حالة من الكثافة، من الضباب، من السحاب، من الحجاب على نور القلب وعلى نور العقل. فما عاد القلب يؤدي دوره في الشعور الصحيح، ولا العقل يؤدي دوره في التفكير السليم والسديد، فظهرت أجيال بدأت تنظر للأسباب وتركت المسبب، وبدأت تتوجه أيها الأحبة لتأليه السبب دون النظر إلى أثر المسبب من وراء السبب، وهو الله جل في علاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع من الناس: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، الخميصة هي الثياب، المظاهر، الزينة. تعس عبد، أسماها المصطفى عليه الصلاة والسلام عبودية، عبودية للدرهم وللدينار وللأثياب، لمظاهر الحياة عبودية. توجه إليها أصحابها لأنهم صاروا يظنون أن الذي يصنع لهم قيمة ومكانة ومنزلة بين الناس هو هذه الأسباب، الدينار والدرهم والخميصة. فترى هؤلاء متعلقين بهذه الأسباب، مرتبطين بها ارتباط العبد بخالقه، ومن أجلها يذلون، ومن أجلها يخضعون، ومن أجلها يتنازلون، ومن أجلها ينكسرون، ومن أجلها قد يتخلوا عن كل شيء يحفظ كرامتهم أو مكانتهم أو إنسانيتهم. ضعف التصور الإيماني دفع بالناس إلى تأليه الأسباب والغيبة والانقطاع عن المسبب. وهناك علة أخطر، هي فساد التصور الإيماني، وهذا والعياذ بالله يدخل أصحابه في ردة عن دين، وفي كفر بقيم وأخلاق، وانقطاع كامل عن الإيمان والقرآن، انقطاع كامل عن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فساد التصور الإيماني الذي يدفع بعض الناس إلى تأليه الأهواء. أفمن اتخذ إلهه هواه، يدفع بعض الناس إلى عبادة الطواغيت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. هؤلاء أيها الأحبة حينما فسد تصورهم الإيماني سهل عليهم أن يبيعوا دينهم، ويبيعوا أرضهم، ويبيعوا وجودهم، ويبيعوا أممهم، ويبيعوا شعوبهم. فساد التصور الإيماني أعاد لنا من جديد وثنية ولكنها معاصرة. الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، حينما كان ينكر عليهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهي وثنية ولكن دافعها إيجابي، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أما الوثنية المعاصرة: ما نعبدهم إلا ليبعدونا عن الله زلفى.